السلام عليكم متابعي قناة الرياضية السورية، وبدون مقدمات فيديو اليوم راح نحكي فيه عن عودة محمد عثمان للتألق وعودته لهوايته المفضلة وهي تسجيل الأهداف من خارج منطقة الجزاء. محمد عثمان ملك خط الوسط، اليوم قاد فريقه لامفون التايلاندي بالفوز في مباراة ودية بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد. ومحمد عثمان اليوم قدم أداء جيد جدا واستطاع تسجيل هدفين بطريقة رائعة جدا، ويبدو أن حكاية محمد عثمان جميلة لم تنتهي بعد، وبداية العودة لمستواه الحقيقي ستكون من الدوري التايلاندي، على أمل أن نرى محمد عثمان مع منتخب سوريا في مستواه المعهود.